في هذه الليله من الليالي الدينيه الايمانيه الروحانيه في شهر فبراير في هذه السنه الثانيه التي نتواصل واياكم فيها عبر شاشه تلفزيون الوطن حياكم الله معنا جميعا في هذه الليله التي ان شاء الله ستكون من احلى ليالي فبراير في هذه الليله نحن على موعد مع شيخين جليلين فاضلين أحدهما ليست هي المرة الأولى في زيارته للكويت وهو الشيخ محمد حسين يعقوب من جمهورية مصر العربية وهو بالنسبة لأكثرنا غني عن التعريف وهو داعية جليل عرفه أكثركم عبر الفضائيات وشاشات التلفاز والكثيرون عبر محاضراته في المساجد في الدعوة إلى الله جل وعلا نسأل الله أن يثبته على ذلك ومعنا أيضا الذي سنبدأ معه هذه الليلة دكتور محمد راتب النابلسي من سوريا وفي بلاد الشام حيث ينتشر عبقه وعبيره وكلامه الرائع الذي لا يمل سامعه اكثرنا عرفه من خلال الفضائيات ايضا صارت الفضائيات رحمه بعد ان ارادوها عذابا ارادوها ربما من صنعها وانشاها ارادها لغايه في نفسه لكن يابى الله الا ان يتم نوره فقد انتشر من خلال الفضائيات نور الله جل وعلا في الارض. سوف نبدا هذه الليله مع الدكتورين مع الشيخين الفاضلين في لقاء يتقطع بين احدهما الشيخ الاول والشيخ الاخر لان هذه الليله سوف تكون الفقرات متقطعه بفواصل كثيره. نعدكم ان الكلام كله سيكون متواصلا باذن الله جل وعلا ومكتملا. وربما أحد الشيخين يقطع على الآخر ويدخل في حديثه وفي حواره لأننا لا نريد أن تكون محاضرة متواصلة على على صوت ورتم واحد بل سوف يتداخل الحديث بإذن الله كله سوف يتحدث عن القلب محور حديثنا عن القلب لأن شعارنا ريح قلبك طاعة ربك أنا أذكر يوم من الأيام تصلت علي وحدة تبي تنتحر وحياك الله معنا الدكتور مصطفى يعني ابو سعد انت يمكن متخصص بهذه الاشياء ومعنا الشيخ الفاضل ايضا حياه الله الشيخ صالح النهام وكل الحضور حياكم الله احد الاخوات احدى الاخوات اتصلت تبي تنتحر مره من المرات شيخ تبي تنتحر وما في مره اتصلوا علي رجال دائما حريم ما ادري ليش يعني الحريم فقط اللي يريدون الانتحار والاحصائيات تقول اكثر المنتحرين رجال لان المراه بس تتكلم تقول بنتحر لكن ما تنتحر الرجل على طول يتوكل على الله حتى ما يستشير. طبعا عندها كل ملهيات الدنيا. عندها كل شيء مباح. كل شيء تسويه. طبعا ما تصلي ولا تقرا قران ولا شيء. ما الزمت نفسها بشيء. لكن مع هذا يعني عندها الاباحيه بكل شيء. تبي تنتحر. ملت هذه الحياه. قلبها تعبان مو جسدها. الجسد 24 ساعه نايمة بفراشه وتلفزيون وفضائيات واكل وشرب. احلى الملابس احلى الاطعمة، يعني الجسد مرتاح. لكن اللي تعبان فيها شنو؟ القلب. القلب يتعب اكثر من الجسد. اليوم محور حديثنا عن هذا القلب ومتى يمرض واحيانا والعياذ بالله مو بس يمرض يموت. وكيف نعالج هذا القلب ويحيا هذا القلب ويطمئن. هو محور حديثنا ان شاء الله في هذه الليلة لنبداها مع فضيلة الدكتور الشيخ العزيز محمد راتب النابلسي وهو لأول سنة يحل علينا ضيف في ليالي فبراير وإن شاء الله يعدنا إن شاء الله يكرر الزيارة كل سنة لأنه ضيف عزيز على قلوبنا وعلى أرضنا فليتفضل الدكتور راتب النابلسي مشكورًا. بارك الله بكم ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصادق الوعد الامين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين امناء دعوته وقاده الويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. ندعو فنقول اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات. ايها الاخوه الاحباب الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب، إن لبَّى حاجات عقله وقلبه وجسمه معاً تفوق، فإذا لبَّى واحدة تطرف، فحاجات العقل العلم. هناك أوهام، هناك ترهات، هناك أباطيل، هناك ضلالات، هناك طروحات تتناقض مع كتاب الله، قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن أجمل ما قرأت عن القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله. ولا يحتكم الا لشرع الله ولا يعبد الا الله فالبطوله ان نغذي عقولنا بالحقائق اليقينيه والحق ما وافق الواقع علاقه بين متغيرين مقطوع بصحتها توافق الواقع عليها دليل ان لم يكن الدليل كان تقليدا وان لم توافق الواقع كانت جهلا وإن لم تكن يقينية كانت شكاً ووهماً وظناً، فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي، إذا هو عقل يدرك يحتاج إلى غذاء، وقلب يحب يحتاج إلى حب، هناك حب يسمو بنا وحب يهوي بنا، الحب الذي يسمو بنا ان تحب الله ومن فروع محبه الله ان تحب انبياءه جميعا، ان تحب رسول الله، ان تحب صحابته جميعا، ان تحب التابعين، المؤمنين، العلماء الصادقين، الربانيين، ان تحب بيوت الله، ان تحب العمل الصالح، هذه كلها فروع عن محبه الله. فهذا الحب يسمو بك، وأن تحب زوجتك فرع من محبة الله، لأنها لأن هذا الحب وفق منهج الله. وأما الحب مع الله، أن تحب جهة ليست على ما ينبغي لكن جاءك منها نفع، لذلك قالوا الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك، فالعقل غذاؤه العلم. والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب، أيها الأخوة الأحباب، على سطح الأرض ستة آلاف مليون، ما منهم واحد إلا وهو حريص على سلامته وعلى سعادته، بل يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده، ويحب استمرار وجوده، أخواننا الكرام للتقريب التجارة فيها عشرات بل مئات بل آلاف النشاطات، لكن يمكن أن تضغط بكلمة واحدة: إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا، والدين نشاطات لا تعد ولا تحصى ولكن والله اصدقكم القول الدين يضغط بكلمه واحده انها الاستقامه فان لم تستقم لن تستطيع ان تخطف من ثمار الدين شيئا لذلك ان لم تستقم يغدو الدين ثقافه يغدو الدين تراث يغدو الدين عادات وتقاليد يقال فلان له ارضيه دينيه خلفيه دينيه اهتمامات دينيه ثقافه دينيه طموحات دينيه مشاعر دينيه لكن ما لم نستقم على امر الله وانا سامحوني في هذا اللقاء الطيب واشكر من دعاني الى هذا اللقاء الحقيقه المره افضل الف مره من الوهم المريح يعني إذا واحد معه شيك مئة ألف دينار مزيف إن عرف أنه مزيف لصالحه فإن ظنه صحيحا يقع في إحباط ما بعده إحباط الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح فالدين يضغط بأكمله بكلمة واحدة هي الاستقامة لكن بالمناسبة الإنسان حريص على سلامة وجوده فلما لا يستقيم؟ أزمة أهل النار في النار أزمة علم، والدليل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لذلك لأنك تحب ذاتك، لأنك حريص على سلامة وجودك، حريص على كمال وجودك، حريص على استمرار وجودك، ينبغي أن تطلب العلم، لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً، ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا، فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر.. الدنيا على الاخره فيخسرهما معا هذه مقدمه وان شاء الله نتابع الحديث بعد قليل احنا مفروض اننا نتواصل مع الشيخ محمد حسين يعقوب لكن مثل ما اخبرتكم اننا سوف نقطع المحاضره الى عده فواصل لقضيه فنيه في التلفاز الشيخ بدا في مقدمه مهمه جدا الان قبل ان ندخل الى القلب نفسه القلب حقيقة القلب هل يمرض القلب ولا ما يمرض؟ احنا الان مشكلتنا لو الواحد يصاب بحراره لو بصداع بسيط يذهب الى يمكن مستشفى ما نفع الثاني الى عياده بعضنا الى وجع بسيط يسافر الى الخارج بعضنا ما في شيء ما في شيء بس يروح يسوي فحص كامل صح؟ يبي يتاكد من جسمه هل هو سليم ولا لا؟ والجسم اذا مرض مرض نهايه الموت الجسدي وينتهي الامر لكن مصيبه القلب القلب الذي بين اضلعنا هذا اذا مرض سواء مرض شهوات او شبهات ومات الخساره ليست في الدنيا بل الخساره في الدنيا والاخره سوف يكون بعد الفاصل يكمل حديث الدكتور محمد راتب الشيخ محمد حسين يعقوب ثم نرجع مره ثانيه للدكتور محمد راتب وهكذا يتبادل الحوار بين الشيخين الفاضلين خلكم ويانا لكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد في هذه الليله من الليالي الدينيه في هذا الشهر وهذه الحمله التي هي شعارها ريح قلبك بطاعه ربك وكانت البدايه مع الدكتور محمد راتب النابلسي والان ينتقل الميكروفون الى فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب ليبدا بدايته في هذه المحاضره عن القلب، حقيقه القلب، امراض القلب، كيف يحيا هذا القلب، بعض الامور داخل القلب حتى كل واحد فينا وهو جالس لا يظن الحديث موجه إلى غيره دائما اتهم نفسك بأي خطأ أو سوء وحاول أن تطور هذا القلب وتصحيح لأنه لن ينفع يوم القيامة لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فليتفضل الشيخ محمد مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اخوتي في الله اولا انا احبكم في الله. واسال الله جل جلاله ان يجمعني واياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله. احب ان اشير في البدايه الى ان استاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي هو لا شك أكثر مني علما بهذه المسألة وتفضله ببداية الحديث يوجب علي أن أنسج على منوال الشيخ وأسير في خطه فأتسلم منه الكلام في قضية هل القلب يمرض والأمر ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالعقل الصحيح ففي القرآن يقول ربنا جل جلاله من كلام الله سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا. فثبت صريحًا أن القلب يمرض وأن القلوب يدخلها المرض. في قلوبهم مرض في في الظرفية: في قلوبهم مرض. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بشواهده: ان هذه القلوب تصدأ، ولا شك ان الصدأ يفسد الحديد بل ويضيعه، فمن باب اولى ان يفسد القلب ويقتله، ان يفسد القلب ويقتله بلا شك، ثم اخوتي اذا جئنا الى العقل فإن الإنسان في الأصل مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح حفنة التراب هي هذا الجسد هذا الجسد المخلوق من تراب والروح من أمر ربي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل الشاهد أن هذا الجسد المخلوق من التراب يجوع ويعطش ويعرى ويمرض ويتعب ويمل فكذلك الروح تمر بهذه الامراض قليلها وكثيرها هذا الجسد حين يجوع او يعطش او يمرض او يعرى يكتسب كل مقوماته من الارض التي خلق منها فاكله من الارض وشربه من الارض ولباسه من الارض وراحته على الارض ومتعته في الارض لانه من الارض واليها يعود منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى فكذلك هذه الروح تتعب وتمرض وتكل وتعرى وتعطش ولذلك تحتاج ايضا ان تأكل ان تتغذى ان تشرب ان ترتوي ان تكسى ولكن كما ان الجسد يستقي مراداته و وما ينفعه من الارض التي خلق منها فكذلك تعود الروح الى الرب الذي امر بنفخها سبحانه وتعالى فتستقي كل ذلك من امره ولذلك تجد كثيرا من الناس حين يكون جسده مستريحا فجسده منعما جسده كما ذكر الشيخ نبيل انها مستريحه على سريرها تتمتع بالذهب والفضه والطعام والشراب وفاخر الملابس وفاخر المسكن وفاخر المركب ولكنها معذبه تريد ان تنتحر لان المعذب فيها روحها لا جسدها رغم انها منعمه الجسد والظاهر الا ان باطنها معذب ثم هي تبحث عن راحه هذا الجسد دائما ولا تلتفت الى راحه تلك الروح كثير منهم كثير هؤلاء الذين ينتحرون او يفكرون في الانتحار كثير من الامراض التي نراها في عصرنا من الاكتئاب والقلق والارق والهم والحزن وغير ذلك من الامراض التي نراها ونسمع عنها من العقد النفسيه اصلها امراض قلبيه سببها فقدان هذه الروح لغذائها هذه الروح حين تفتقد الغذاء حين تعطش فتصرخ الروح اسقوني وهو لا يدري ما الذي يصرخ داخله حين تصرخ هذه الروح وتقول اطعموني في داخله صراخ وكثيرا ما يشكو فيقول اشعر انني مخنوق اشعر انني في صدري ضيق ماذا تحتاج يقول لا ادري اطباء القلوب يدرون انه يحتاج نعيم سجده يقول فيها يا رب يحتاج الى سعاده ايه من كلام الله يتاملها فيطوف بها في ملكوت اخر غير عذاب هذه الاراضين انها قضيه تحتاج الى وقفه حقيقيه واقعيه والسؤال هل القلب يمرض والجواب بالطبع نعم قال رسول الله انا لا ادري في صاله التزلج هل يصلون على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كلما سمعت اسم النبي فصلي عليه قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خطئ طريق الجنه من سمع اسمي ولم يصلي علي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وضبطها بعض العلماء عودا عودا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها 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 نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض اخوتي تامل معي قلبا اسود مربادا كالكوز مجخيا تامل قلبا اسود مظلما كيف يكون عقل صاحبه واللب جزء من القلب بلا شك تامل قلبا اسود ماذا يفيد على حياه صاحبه الا السواد ماذا يفيد على حياه صاحبه الا الاكتئاب وسبب سواد هذا القلب نكتة ثم نكتة فتنة ثم فتنة اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بيض وطهر قلوبنا هذا القلب الذي نكتت فيه نكت سوداء ما هذه النكت؟ انها الامراض انها الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا مره بعد مره تعرض على القلب فتنه النساء فان اشربها فتنه المال فان اشربها فتنه الجاه والمظهر والشهره فان اشربها فتنه المظهر والملابس والمركب والملبس والمسكن والمنصب والبرستيج والموقع الاجتماعي في البشر ان اشربها أشرب هذه الفتنة وتأمل قول النبي صل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشربها فمثل القلب بالإسفنجة وللأسف الشديد أقول أن القلوب الإسفنجية كسرت في عصرنا التي تتشرب كل شيء وتمتص كل شيء وتتشبع بكل شيء ثم تفرز اسوا شيء في هذا العصر في هذا العصر مع الانفتاح الاعلامي والغزو الفكري الغربي تشبعت القلوب بفهم الحياه بالطريقه الغربيه شربت القلوب هذه الفتنه اشربتها فلما اشربت القلوب الفتنه فهمت السعاده خطا فهمت الحياه فهما خاطئا لم تفهم الحياه من مستقى قال الله قال رسول الله وانما فهمت الحياه من منظور غربي قوامه المال والشهوه فصارت هذه امراض القلوب امراض القلوب تجتمع في اربع كلمات دنيا غفله شهوه هفوه تاتيكم بعد الفاصل احسنت شيخ لان الشيخ اعلامي فهو عارف طريقه قطعه الفواصل لكن راح يكون بعد الفاصل أيضا معنا الدكتور محمد راتب النابلسي ثم ينتقل الحديث أيضا للشيخ الفاضل محمد إحسان يعقوب فاحفظوا هذه الأربع كلمات سمعها لنفسك وأيضا للجمهور خاصة واعتذر للمشاهدين من وراء الشاشة أنه يكون في الفاصل إن شاء الله أيضا حوار مع الضيفين كونوا معنا لكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد في هذه المحاضرة التي تجمع الشيخين الفاضلين الدكتور محمد راتب النابلسي والشيخ محمد حسين يعقوب تتحدث حول القلب، احيانا لما نقرأ قصص السلف في سلامة قلوبهم ورقة القلوب الواحد فينا يسأل نفسه ليش ما في هالزمن اناس مثل اولئك مع ان البشر بشر والخلق واحد لكن المشكلة ان هناك فتن وعوامل خلت عمر بن عبد العزيز الذي يملك الدنيا وما فيها يوم من الايام يصلي بالناس صلاة يقرا صلاة جهرية او عفوا خطبة جمعة ويقرا احد السور فلما وصل الى قوله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى سكت في الصلاة صلحوا له اللي وراه هو يتذكر لكن مو قادر يكمل لان القلب سليم لأن القلب معافى لأن ما في ران على القلب مثل ما موجود عند الكثيرين اليوم فعاد الآية فأنذرتكم نارا تلظى صلحوا له ما استطاع أن يكمل حتى قطع السورة وبدأ بسورة أخرى القلب ما تحمل هذه الآيات هي التي جعلت عمر بن الخطاب لما يسمع إن عذاب ربك لواقع يسمعها سماعا همار يسقط على الفراش شهراً يظنه الناس مريض جسد لا قلب تعب من هذه الآية هذه القلوب الحية السليمة شلون نصل إلى هذه المستويات وهذه المرحلة تفضل دكتور راتب أنا آسف أخذت من الله وقتك الثمين هناك حقيقة خطيرة هي أن هناك خطأ في الميزان وأن هناك خطأ في الوزن الخطأ في السلوك خطا في الوزن لا يتكرر لكن الخطا في الميزان لا يصحح امراض القلب خطا في الميزان الميزان غير الدقيق لو استعملته مليون مره نتائج كلها خاطئه اما الخطا في الوزن مره واحده فالخطا في الوزن لا يتكرر لكن الخطا في الميزان لا يصحح اخطاء الجوارح خطا في الوزن اما اخطاء القلوب خطا في الميزان لذلك اخطار القلوب كبيره جدا لان القلب هو الميزان فاذا كان مغلوطا او منحرفا جاءت الاوزان غير صحيحه اخواننا الكرام في عندنا موضوع متعلق بامراض القلب موضوع الصغائر والكبائر اتمنى ان يكون واضحا لديكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار كيف؟ طريق عرضه ستين متر عن يمينه واد, واد سحيق وعن يساره واد سحيق الصغيرة حرفت المقود سنتي واحد فإذا ثبتت هذا السنتي انتهى بك المطاف إلى الوادي الكبيرة حرفته تسعين درجة لكن لانه الطريق عريض بامكانك ان ترجعه كما كان، فالكبيره مع انها كبيره قد تتوب منها، اما الصغيره اذا اصررت عليها وجعلتها جزءا من حياتك قد تصبح كبيره، هذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار، ولكن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الآن دققوا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد يسأل أحدكم لماذا اختار الله من أسمائه اسمين العلم والقدرة؟ تماما تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف والتصوير موجود، وانت مواطن عادي، واضع قانون السير والغرامه كبيره جدا عندنا وعندكم اصبحت، علم واضع قانون السير يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك، لا يمكن لانسان عاقل ان يتجاوز الاشاره الحمراء، ليقينه ان علم واضع قانون السير يطوله من خلال هذا الشرطي او هذه الآلة، وأن قدرته تطوله بحجز المركبة ودفع مبلغ كبير جدا، فأنت مع إنسان قوي مع إنسان من بني جلدتك لا يمكن أن تعصيه إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، فكيف يعصي الإنسان الواحد الديان؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدرته تطولك وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه وعلمه يطولك والإنسان إذا أيقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا يعصي لكن شيخ عفوا إحنا قاعدين نشوف الآن الكثير من الذين يقعون في الذنوب والمعاصي يتحجج بحجج وبعضها قد يكون ظاهرها صحيح يعني انا على الاقل اقع في بعض الذنوب الصغيره احسن من غيري بل حتى اللي يقع بالكبائر يقول انا على الاقل مؤمن انا على الاقل مسلم بل يمكن حتى اللي ما يعمل عمل في الدين ابدا الا الشهادتين انا على الاقل احسن من اللي ما يؤمن بالله حتى من الملحد, نعم من الملحد هذا ميزان من الصعب ان نعتمده اذا اعتمدناه اصبحنا في مؤخره الركب لانه الانسان لما بيكون طالب ما بيوازن نفسه مع طالب تارك المدرسة نهائيا، بيوازن نفسه مع طالب آخر، لذلك الله عز وجل قال في آيات كثيرة أنه الله عز وجل ينتظرنا أن نكون معه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في بالآية ملمح خطير جدا، لا ليبلوكم من الناجح أو الراسب؟ لا، الأصل أن تنجحوا جميعاً، ولكن الابتلاء من هو الأحسن؟ فالله عز وجل حينما صممنا وخلقنا أعطانا المنهج، أعطانا الفطرة، أعطانا العقل، أعطانا الكون، أعطانا الشهوة، أعطانا الحرية، أعطانا كي نفوز بجنة الآخرة، أما يأتي الامتحان للتفاوت في مراتب الجنة. أما أن نطرح الطرح الآخر هذا بخلاف منهج الله عز وجل طيب شيخ أنا ودي أحول أيضا فضل. الحديث لشيخ محمد حسن يعقوب شيخ اللي يبي فقط النجاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة على الهمم العالية لكن اليوم الواحد يمكن بعضنا يقول أنا بس أبي الجنة وخلاص لا تطالبني بأكثر من هذا لا تقول لي أسوي أعمال أكثر من هذا يعني كما ذكر الشيخ أن الطالب الذي يقيس نفسه بطالب فاشل يفشل يعني انا نراها كثيرا في ابنائنا ان الطالب الذي ان الطالب الذي يريد ان ينجح وخلاص يرسب الذي يريد ان يحصل على 100% يحصل على 90 او 80 الذي يريد ان يحصل على 90 يحصل على 70 و60 والذي يريد ان ينجح مجرد النجاح لا بد ان يرسب هذه قدره ولذلك اريد ان ايضا ان اضيف الى كلام الشيخ في الخطا في الميزان والوزن اننا ينبغي ان نفهم القضيه فهما صحيحا في وهذه تتعلق ايضا بقضيه العايز ينجو خلاص كيف ينجو القضيه في اخوتي القضيه في هل المشكله في مرض القلب ضعف الايمان ولا ضعف القلب ينبغي ان نفرق بينهما ضعف الايمان ايها الاخوه ضعف الايمان ضعف الاعمال يعني يكون يصلي ولكن صلاته ضعيفة ويصوم وصيامه ضعيف ويقوم الليل وقيامه ضعيف ويقرأ القرآن وقراءته ضعيفة هو مواظب على الحسنات حريص عليها لكنه ضعيف أما إذا مرض بضعف القلب ضعف العضلة نفسها ضعف الدافع ضعف الدافع هو ده اللي يقول أنجو خلاص بس أنا أدخل الجنة أنتوا عايزين تروحوا الفردوس الأعلى أنا راجل غلبان على قد حالي عايز أبقى ورا ورا باب الجنة بشبر هذا هذا الذي عنده هذا الضعف محال نحن نؤمن ان من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ولكن من هذا الذي يزحزح؟ من من؟ هل هو يرتكب الفواحش ثم يقول اريد ان ادخل الجنه بس بشبر؟ تدخل الجنه من وين؟ من إيه؟ من اين تاتيك الجنه وانت ترتكب الفواحش وكما قال ابن الجوزي عليه رحمه الله يقول يقول احدهم حسنه وسيئه ويلك من كيسك تنفق السيئه تحبط الحسنه التي فعلتها ثم تقول اريد ان ادخل الجنه وخلاص بدون قيام ليل وبدون صيام وبدون ذكر هذه قصتها ضعف العضله ضعف القلب نفسه ضعف القلب نفسه ضعف العله الدافعه للعمل علتان عله دافعه وعلة غائيه الغايه الجنه لا شك لكن العله الدافعه التي تدفعه للعمل هذه امر اخر طيب احنا له الحين امراض القلب صراحه للحين ما شفنا اعراضها متى يكتشف الانسان في نفسه ان قلبه مريض متى قد يكون الواحد ما شاء الله على السنه واللحية ما شاء الله أو الإزار أو السواك أو بعض مظاهر السنة يطبقها لكن ما يدري أن قلبه مليء بالأمراض من حيث لا يشعر ويحتقر قد يحتقر بعض الناس يشوف بعض الناس في مظهره يقول هذا وين وأنا وين أنا الحين الحمد لله على الأقل طبقت أشياء كثيرة وهذا توه وما يعلم أنه وهذا كلام من القيم وابن تيمية وغيره كثير في هذا الباب تجد يعني بعيد عن بعض السيئات وبعض الذنوب ولسانه لمرض في قلبه يفري في الأحياء والأموات وهو لا يبالي ودنا بعد الفاصل ما أدري كم باقي على الفاصل ما بقي إلا ثواني ودي أبدأ مع الدكتور راتب النابلسي يشخص لنا المرض يعطينا بعض الأعراض اللي الواحد تصير عنده مؤشر أوف كل هذا أنا واقع فيه وأنا ما أدري لأن بعض الناس قد ما يعرف حتى في الامراض الدنيويه يحطون لك الاعراض اذا حسيت بكذي وكذا وكذي ترى انت فيك ذبحه صدريه احتمال جلطه تلقى على طول عند الطبيب على طول يروح يكشف خايف من الجلطه وفي مرض قلب قد يودي به الى جهنم وهو لا يشعر هذا راح نبدا فيه ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل ودنا الشيخ راتب يعطينا اعراض هذا المرض ونبدا بالشيخ حسن يعقوب ايضا يعطينا بعض العلاج العملي حتى الواحد فينا ينجو بنفسه في الدنيا والآخرة خلكم ويانا لكن بعد الفاصل بكم من جديد في هذه الليلة وهذه الأمسية الرائعة صراحة هذا الجمهور الكريم الذي يشرفنا في هذه الليلة وهذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن تحفه الملائكة وألا لا يختم إلا بذنب مغفور لازلنا في القلب ونتحدث عن هذا القلب اللي هو أخطر عضو في هذا الجسد بل إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله عليه المدار ويوم القيامة عليه الفوز والخسران بسبب هذا القلب إما أن تنجو أو تهلك احرص على ما سوف يذكره الآن الشيخان في علامات مرض القلب ومظاهر مرض القلب وكيفية علاج هذه الأمراض ولا عليك إذا رأيت أن الجسد ما شاء الله عليه سليم 100% فإن المرد الأمر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم في زيادة وأعمالكم فاحرص على هذا الأمر تفضل الدكتور محمد راتب في بيان بعض مظاهر أمراض بارك الله بك أخواننا الكرام الأب ما الذي يسعده أن يلتف أولاده حوله أن ينصاعوا لأمره الزوج ماذا يسعده أن تكون زوجته معه والعلاقة سلسة بينهما مدير المدرسة ماذا يسعده؟ أن يلتف المدرسون حوله، صاحب المتجر، مدير المؤسسة، رئيس الجامعة، أي منصب قيادي في الأرض يسعده أن يلتف من حوله حوله، أي يحبونه، لماذا تكون المشكلات في أي مجتمع، في أي كيان؟ قال تعالى، دقق: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم فلما كنت لينا لهم التفوا حولك شيء طبيعي المؤمن المتصل بالله في بقلبه رحمة التف أولاده حوله معلم التف طلابه حوله مرشد التف أخوانه حوله قائد التف إخوانه حوله فبما رحمة من الله لنت لهم بالمقابل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كلام دقيق، ما دام القلب مقطوع عن الله في قسوة، أبعد قلب عن الله القلب القاسي، ولو كنت فظا غليظ القلب أي لو كنت منقطعا عنا امتلأ القلب قسوة فانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك، والله معادلة رياضية اتصال رحمة لين التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض، هالآية يحتاجها الأب، المعلم، صاحب المتجر عنده كم موظف، مدير المؤسسة، مدير المدرسة، رئيس الجامعة، أي منصب قيادي أنت بحاجة، ما دام القلب متصل في لين في رحمة، والرحمة شعور داخلي ينعكس لين في المعاملة، هذا اللين يجلب الناس حولك والمقطوع عن الله يمتلئ القلب قسوه تنعكس القسوه غلظه ينفض الناس من حولهم نقطه دقيقه اخواننا الكرام قال تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر قال علماء التفسير ذكر الله اكبر ما في الصلاه والدليل: وأقم الصلاة لذكري، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الحكمة، إن ذكرك منحك الرضا، إن ذكرك منحك الامن فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، ان ذكرك منحك السعاده، ان ذكرك منحك التوفيق، هذه ثمار الصلاه، وأقم الصلاة لذكري فأقم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، يعني ذكر الله لك وانت في الصلاة اكبر من ذكرك له. إذا ذكرك منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك القوة، منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك السعادة، منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أحد الصحابة ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله أحد التابعين سؤال غريب قال له هل كان اصحاب النبي يضحكون عليه الصلاه والسلام هل كانوا يضحكون قال نعم والايمان في قلوبهم مثل الجبال يعني لا يغرنك ظاهرهم تجد انسان اشعث اغبر ولا يضحك و يعني عادي يعيش حاله حال الناس لكن في قلبه امثال الجبال من الايمان دنيا الغفله شهوة الحفوة أربع كلمات تخوف وهي يمكن من أسباب أمراض القلب بدأها الشيخ محمد حسين يعقوب وقلنا لكم حفظوها لكن كيف تمرض القلب أو كيف تؤذي هذا القلب يتفضل الشيخ محمد حسين يشرحها لنا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاخوتي انا احبكم في الله. ودايما اقول ان انا احبكم في الله مش لازمه من لوازم الشيوخ في كل مقدمه يقول نقولها وانما لأنني انا بحبكم فعلا حرصكم على هذا الخير وامتلاء هذا المدرج بكم سعاده لنا ولا شك انه طلبا لمحبه الله اخوتي القلوب تمرض وتتفاوت الامراض كامراض الاجساد كما أن في القلوب كما أن في الأجساد ما بين صداع ومغص إلى سرطانات والعياذ بالله وجلطات فكذلك في القلوب اللهم طهر قلوبنا اللهم اشف قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا أول مرض يصيب القلب الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا فتنة الدنيا فتنة شديدة وقال علماؤنا من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب. الله جل جلاله في ثلاثة آيات في ثلاث آيات من القرآن لا رابع لها من جنسها خيرنا بين الدنيا والآخرة، إما دنيا وإما آخرة. قال سبحانه في الآية الثامنة من سورة هود، قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اخوتي هو تخيير لك وخيار فاختر لنفسك يا عبد الله قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية وهي في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والآية الثالثة في سورة الشورى في قول الله سبحانه من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب اختر لنفسك كما قال ربنا جل جلاله: افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وقد يقول قائل هل معنى قولك هل معنى قولك ان الدنيا مرض ان نترك الدنيا ونلبس المرقعات ونجلس نشحذ من الناس لا لا اقصد ذلك البتة بل اقول ان تطلب الدنيا للاخره ان تسخر الدنيا للاخره لا باس ان تملك ملايين وبلايين وفوق ذلك املكها ولا تملكك استعملها ولا تستعملك عبدها ولا تعبدها الدنيا سيارة جميلة فارهة مهما تكن ولكن لماذا؟ لأخلو فيها مع الله استطيع ان اذكر الله واشكر نعمة الله، لذلك هذه الدنيا قد تصير مرضا مرضا يمرض انسان بعشق الدنيا وثمة فرق بين العشق المحرم وبين الحب لله. الذي تراه في هذه الدنيا من العشق المحرم الذي يسمونه في زماننا حبا وهذا ليس بحب انما هو العشق المحرم الحب لا يطلق الا على حبك لله وما ينفصل عنه ويتصل به حب الله وحب كل شيء يحبه الله لله فحب الزوجة لله وحب الوالدين لله وحب أي عمل تؤدي حبه لله إذا كان هذا فهو حب وإلا فهو عشق المرض الأول الدنيا وعلاجه أن تسخر الدنيا لله ولا يتعلق قلبك بها ولا بشهواتها ولا شك أن حب الدنيا يؤدي إلى المرض الثاني الذي هو الغفلة قال الملك جل جلاله الله العلي الكريم الجليل الله قال سبحانه: ولقد زرانا لجهنم، زرانا اي انشانا واوجدنا وخلقنا ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. إخوتي صح عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم. فحب الدنيا عمى عمى للقلوب وصمم للآذان. إخوتي علاج هذه الغفله ذكر الله وتعلق القلب بالاخره سوف نرجع مره ثانيه للشيخ يكمل ايضا الفقرتين الثانيتين مع علاقه الشهوه والهفوه بامراض القلوب ونثني ايضا مع الدكتور راتب النابلسي خلينا نطلع شويه في هذا الباب ندخل الى امراض القلوب بين الناس وما يحصل بين الناس اليوم من حقد وحسد وغل هذه كلها بعض أمراض القلوب الآن الموجودة ومنتشرة في الساحة والمجتمع لكن كل هذه الأمراض رح نتواصل وياكم فيها خلكم ويانا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جلوس قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة دخل رجل تأبطن عليه يعني نعال تحت إبطة ولحيته تتقاطر من ماء الوضوء وما هو معروف حتى عند الصحابة إنسان عادي غير معروف ثلاث أيام قبل ما يدخل النبي يعطيه هذا البشارة والنبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إنه إلا وحي يوحى أحد الصحابة تبعه عرف بيته زاره جلس عند أيام يبي يكتشف شنو العبادة التي أوصلته إلى جنة عرضها السماوات والأرض وللحين على الأرض يمشي لم يكن كثير صلاة يعني أكثر من الناس أو صيام غير عن الناس يصلي كالناس ويصوم كالناس لكن فيه علة أدخلته الجنة قال أبيت أنام ولا أجد في قلبي على أحد من المسلمين شيئاً قلب صافي قلب سليم قلب له حقود ولا حسود ولا تلقاه في الصف الأول يصلي لكن والعياذ بالله يحسد الناس كلها تلقاه ما شاء الله عليه لباسه أجمل منه ما في لكن قلبه بالحقد والكراهية أقذر منه ما في تلقاه في بعض القضايا اتبع السنة وما شاء الله عليه دقيق لكن لسانه وقلبه مليء بالحقد والكراهية للمسلمين هذا قلب مريض وان ظن صاحبه انه سليم دكتور محمد راتب في هذا الباب وهذا النوع من الامراض شنو تقدر تتكلم عنها دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل يقول ان الانسان خلق هلوعه اذا مسه الشر جزوعه واذا مسه الخير منوعه هذه نقطه ضعف في اصل خلق الانسان لصالحه، خلق هلوعا، خلق عجولة خلق ضعيفا، لو ان الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، على كل نقاط ثلاث في اصل خلق الانسان، الهلع والضعف والعجله، نأخذ الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، معنى ذلك الذي اتصل بالله يشفى قلبه من الهلع والجزع، كيف؟ أخواننا الكرام أنا مضطر إلى حقيقة منطقية، قال المناطقة الصفة قيد يعني قل إنسان هذه تشمل ستة آلاف مليون أضف لهذه الكلمة مسلم إنسان مسلم الكمية نزلت من ستة آلاف مليون لمليار وخمسمائة مليون الربع قل إنسان مسلم عربي أربعمائة ألف قل نعم أربعمائة ألف ألف أربع مليون أربعة مليون نعم قل إنسان مسلم عربي مثقف الكم هبط قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب جراح ضاقت الدائرة اسمعوا الآية إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير مَنُوعًا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون لذلك ورد في الأثر النبوي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا يدعوني فألبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبره أكلأه بقربي أستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها أيها الأخوة دقق في الكتل الكبيرة في الدين من أجل شفاء القلوب إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين المصلي معافى من أمراض القلوب الصلاة التي أرادها الله لذلك ليس كل مصلي يصلي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، يعني الارض تدور حول الشمس بمسار اهليلجي، هي هنا بالقطر الاطول، اذا اتجهت الى القطر الاصغر المسافة ضاقت، وقانون الجاذبية متعلق بالمسافة والكتلة، احتمال ان تنجذب الارض الى الشمس قائم، واذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة، ماذا تفعله الارض؟ الأرض مادة والمادة غير عاقلة ترفع سرعتها فإذا رفعت سرعتها نشأ عن رفع السرعة قوة نابذة أكثر تكافئ القوة الجاذبة الأكثر فتبقى على مكانها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يد من؟ الله. لمن تواضع لعظمتي يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني وذكرهم ببلائي كي يخافوني إذا لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن ليكون معافى من أمراض القلوب تعظيم لله من خلال آياته الكونية ومحبة له من خلال نعمه العظيمة وخوف منه من خلال البلاء فالقلب السليم هو القلب الذي تجتمع فيه محبة الله وتعظيمه والخوف منه إذا إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي استقام ولم يصر على معصيتي كان سريع التوبة وأطعم الجائع وكس العريان ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي إخلاص شيء عجيب هذا الحديث في كليات الدين تفكر في خلق السماوات والأرض الاستقامه على امر الله، التوبه المستمره، العمل الصالح الاخلاص، فاذا فعلنا هذا شفيت قلوبنا من امراضها والله، لذلك قضيه القلب هي عباده القلب عباده الاخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، الاخلاص يعني القلب. احد الرجال اراد ان يفعل الفاحشه مع امراه. وكان هو سيد القصر وهذه المرأه خادمه ومتزوجه فأمر زوجها العامل الثاني اللي عنده الزراع ان يذهب الى بلد بعيد واختلى لوحده مع هذه المرأه فقال لها اغلقي ابواب القصر فأغلقت كل الابواب قال لها اغلقت الابواب قالت نعم الا بابا واحدا قال اي باب؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله هذا ما يغلق هذا الباب فارتجف الرجل وتاب الى الله شو الفرق بين المرأة والرجل؟ المرأة هذه تراقب الله، أما الرجل نسي، غفل، أخذته الشهوة. الآن مع الشيخ محمد حسين أبي يكمل لنا هو بدأ بال بالدنيا والغفلة وهما مرضان من أمراض القلوب. بقيت الشهوة والهفوة. أظن الشيخ ما أكملت الحديث عنهما، تفضل الشيخ. المحمود هو الله جل جلاله. والمصلى والمسلم عليه محمد واله وبعد فاستطرد في قضيه هذه الامراض ولكن اخشى ان ينتهي الوقت قبل ان اسال احدكم ان اسال كل منكم ماذا تشعر في قلبك؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. إننا بحاجة إلى هذه الوقفة أن يتوقف كل منا ليسأل كيف حال قلبي؟ هل تستشعر أن في قلبك نور؟ هل تستشعر أنه نزلت على قلبك فيض رحمة؟ أم أنك تشعر بقسوة قلبك وظلمته؟ اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا إخوتي حين ذكرنا الدنيا وهذه هي الشر الذي يتنافس فيه أهل الدنيا أما أهل الآخرة الذين تعلقت قلوبهم بالآخرة فلا يتنافسون على الدنيا ولا يلقون لها بالا بل شعارهم قول نبيهم صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها، شعارهم فيها نصيحه نبيهم، صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حين قال: كن في الدنيا كانك غريب او او عابر سبيل، اعبرها، اعبروها ولا تعمروها، هذه معبره قنطره وليست للاقامه، دنيا غفله وهذه الدنيا تجر الى الغفله، والغفله تجر الى الشهوه. انا اعتذر من الشيخ محمد حسين يعقوب لان ما ادري ليش صار عندي ظهر ربك في الوقت دخل علينا الفاصل للاسف وراح اكمل مع الشيخ محمد حسين يعقوب بدايه الفقره القادمه لان تعلقنا احنا احنا الدنيا والغفله لكن الشهوه ما بدانا فيها افضل ان ما نبدا نبدا فيها في الفقره القادمه وانا اعتذر ايضا مره اخرى للشيخ محمد حسين يعقوب خلونا مع الفاصل نرجع وياكم بعد الفاصل مع الشيخ محمد ويعدرنا وتنتظرونا بعد الفاصل صارت الفواصل فواصل بديد. شيخ محمد حسين يعقوب عشان ما تزعل علي بعد الليله. شيخنا كمل حديثك اللي كنت بدات فيه وشديتنا فيه، تفضل بس شيخ هذه اخر فقره وراح يكون نصها بينك وبين الدكتور محمد راتب. انا كنت بتكلم في ايه؟ <applause> دخلت في الشهوات وبالهفوه شيخ اخر شيء كنت تتكلم. الهفوه، اخوتي ان اخطر شيء في هذه المعاصي أن تستصغرها وتحتقرها. إخوتي الوقت ضيق جدا وأنا يعني آه الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن من المعاصي معاصي قلوب ومعاصي جوارح ومعاصي القلوب هي الأخطر بلا شك. معاصي القلوب هي الأخطر بدليل أن رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق هذه معاصي الجوارح الزنا والسرقه وقال من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه اللهم احفظ قلوبنا خطر معاصي القلوب خطر ذره كبر تمنع دخول الجنه والزنا وسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا صح التوحيد ولذلك أقول أن التوحيد هو علاج كل هذه الأمراض أن تشهد أن لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك لا إله إلا الله أحرق لسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين هذا التوحيد يحرق السيئات ويمحوها ويطهر القلوب، تعلق القلب بالله ايها الاخوه، تعلق القلب بالله اذا امتلا هذا القلب كلما امتلا من اراده وهم من هم واراده وحب طرد هما واراده وحبا. لذلك اقول انك اذا امتلا قلبك بالتوحيد طرد كل شيء سواه، هذه الهفوات هفوات، هفوات معاصي صغيره قد تسميها تافهه، قال انس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الكبائر، لذلك كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله. وكلما عظم الذنب عندك هان عند الله، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي الله يحب ان يغفر يحب ان يعفو يحب ان يرحم يحب ان يعطي الله جل جلاله ولكن قال سبحانه وتعالى انه لا يضع الامر الا عند من يستحقه قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون الرحمه واسعه نعم واسعة جدا وسعت السماوات والارض وما بينهما ولكن لمن؟ فلذلك هذه الهفوه علاجها سرعه التوبه سرعه الاوبة انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذين إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هكذا هم سريع الفيئة سريع العودة وثمة فرق بين من يخطئ وبين من يتعمد بين من يؤوب ويتوب وبين من يصر ويستمر ثمة فرق بين من يقع في خطأ غير مقصود وبين من يمكر للمعصية أختم بهذه في واحد عنده ذنبين ثلاثة كل يوم بيتكعبل فيه يبص على واحدة وهو ماشي دخل يشتري شيء شاف صورة إلى آخره قاعد على النت بيعمل مصلحة وقعت أمامه صورة هذا يخطئ بخلاف من برمج تلفزيونه على قنوات محرمه قنوات الزنا والفجور فرق بين رجل وقعت عينه عرضا فقال استغفر الله وتالم وبين من يجلس لينتظر الوقت الذي يرى فيه الحرام لمن برمج كمبيوتره او حفظ على <applause> هذه القذارات والقاذورات والمحرمات يفعلها ويعاودها مرة بعد مرة فرق قال الملك جل جلاله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض مكروا السيئات تختلف عن الذين فعلوا السيئات الذين ارتكبوا السيئات الذين وقعوا في السيئات يختلفون عن الذين يمكرون السيئات احبكم في الله واسال الله ان يتوب علي وعليكم طبعا شكرا جزيلا للشيخ محمد حسين يعقوب و... ونعتذر على التقطيعات التي صارت الان ايضا سوف تكون الخاتمه للدكتور محمد راتب النابلسي ما راح اوجه له اي حديث او اوجه له سؤال هو حر في خاتمته التي يشاء في موضوع القلوب والشيخ لك المخرج يقول أربع دقائق نعم. أيها الإخوة نحن بأمس الحاجة إلى الوعي عندنا في الشام شيخ يلقي درس حدثهم عن الفساد الاجتماعي بشكل مسهب تأتي الفتاة الساعة الثانية بعد منتصف الليل أين كانت عند الحبيب فكل الحاضرين صلوا على الحبيب صل الله عليه نحتاج إلى وعي لذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم الحقيقة المرة هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ونحن أيضا لسنا ممكنين ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ونحن أيضا لسنا آمنين أتكلم عن العالم الإسلامي بأكمله لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين مع أن وعود الله قطعية الحدوث وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين أين الخلل؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي، وقد اجمع العلماء على ان اضاعه الصلاه لا يعني تركها ولكن يعني تفريغها من مضمونها، فلذلك اقول لكم بملء ما اؤمن مستحيل والف الف مستحيل ان نطبق سنة النبي في حياتنا ونقلق او ياتينا ما لا يرضينا، بدليل: "وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم". ما. الآية في حياة النبي لها معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر، يعني يا محمد ما دامت سنتك منهجك قائما فيهم هم في مأمن من عذاب الله. فالحل أن نعود إلى الله عز وجل، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله، عالم في أمريكا كبير هداه الله إلى الإسلام، زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فيها، وقال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، بشرط ما سأقوله بعد قليل ورقات العمل، بشرط أن يحسنوا فهم دينهم. وان يحسنوا تطبيقه وان يحسنوا عرضه على الطرف الاخر. ان نحسن فهم هذا الدين وان نحسن التطبيق وان نحسن العرض على الطرف الاخر واذا اردت كلاما جامعا مانعا لحال العالم الاسلامي الان اقول هان امر الله على المسلمين فهانوا على الله. في الختام طبعا لا يسعني الا ان اشكر ضيفي الكريمين دكتور محمد راتب النابلسي وشيخنا الحبيب الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه الكلمات وهذه الحكم وهذه الفوائد الواحد فينا الآن عرف بعض أمراض القلوب الدنيا الغفلة الشهوة الهفوة هناك بعض القواعد التي أسسها دكتور محمد راتب النابلسي يسير الإنسان عليها في حياته ابدأ من اليوم الذكر يجري القلب القرآن شفاء لما في الصدور الصحبة الصالحة تأمنك من أمراض القلوب في هذا الزمن احرص على كل طاعة فإنها إن شاء الله تزيل أمراض القلب وكل معصية نكتة من النكت السوداء التي تمرض هذا القلب أنت حر هذا قلبك فصحه وصفه وعالجه وسلمه إن شئت وأمرضه إن شئت فلن يتضرر إلا صاحب القلب المريض أو القلب الميت هذه الليلة انتهت في إحدى ليالينا الدينية موعدنا ان شاء الله في ليالي قادمه نعدكم بامسيات ايضا اخرى في المجمعات التجاريه وايضا في صاله التزلج اشكركم جدا على حسن استماعكم وانصاتكم وحضوركم المتميز وصبركم ترى مضت اكثر من ساعتين ونحن جلوس مر الوقت والله مع الشيخين كانها دقائق معدوده وباذن الله عز وجل يقال لنا بعد هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اشكركم مره اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته